بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مرة ثانية. تعرفنا للتو على إجراءات مجموعة العمل المالي والتوصيات الأربعين وكيف لازم تلتزم فيها جميع الدول. طيب خلنا نأخذ إجراءات دولة الكويت، شنو سوت لمكافحة جريمة غسل الأموال وتم الإرهاب؟ أول قانون سوته الكويت كان في 2002 رقم 35، ولكن بعد تقييم مجموعة العمل المالي لدولة الكويت هذا القانون غير متوافق مع التوصيات، في بعض التوصيات أصبح غير ملتزم. فبناء عليه تعهدت الكويت لمجموعة العمل المالي على صياغة قانون جديد بالكامل. أهم الملاحظات اللي كانت الكويت في قانونها القديم غير ملتزمة هي العناية الواجبة. العناية الواجبة كان في غياب صريح للعناية الواجبة في القانون القديم، ما كان في تعريف واضح للأشخاص المعرضين سياسيا، ما كان في إلزام للمؤسسات على الإبلاغ، لأن كانت المؤسسات في ذلك الوقت تبلغ دايركت من البنك إلى النيابة العامة، فتقع المؤسسة في حرج، لأنها مجرد اشتباه هي ليست دلائل معقولة. ما كان في بند واضح للعقوبات إذا المؤسسات المالية أخلت في التزاماتها أو إذا المجرم في غسل الأموال، ما كانت في عقوبات واضحة في هذا القانون. لم يكن هناك وحدة تحريات مالية وفقا للتوصية 29، كانت قسم في بنك الكويت المركزي. فبناء عليه تعهدت الكويت لمجموعة العمل المالي وتعاونت مع صندوق النقد وأنشأوا قانون جديد وهو قانون 106 لسنة 2013. هذا القانون أصبح متوافق بشكل كامل مع التوصيات، فاللي يقول حاليا أن قانوننا غير متوافق، لا بالعكس، وهذا بشهادة مجموعة العمل المالي أن القانون متوافق، والدليل على ذلك أن خرجنا من المتابعة المعززة اللي كنا فيها إلى المتابعة العادية والتحديث كل سنتين. هذا راح نتحدث عنها بشكل تفصيلي في المحور الرابع إن شاء الله من هذه الندوة. أصبح هناك تعريف واضح لجريمة غسل الأموال، عرفنا الشخص المعرض السياسي، المستفيد الفعلي، عرفنا الجريمة وأدواتها ومتحصلاتها، كل التعريفات القانونية بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي تضمنها القانون الكويتي. وضح دور جميع الجهات الرقابية، دور الجهات المختصة مثل الداخلية، جهات إنفاذ القانون، جهات الادعاء العام، وأيضا أنشأ وحدة التحريات المالية. فبذلك القانون الجديد أصبح متوافق. الشخص المعرض السياسي وفقا لتعريف القانون اللي هو متوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي هم الأشخاص الذين تبوأوا مناصب عليا في البلاد، أو الأشخاص اللي يديرون مؤسسات تملكها الدولة، مثل عندنا نواب مجلس الأمة، الوزراء، الوكلاء، الوكلاء المساعدون، وفي بعض المناصب العسكرية، القضاة وغيره. هذا الشخص المعرض السياسي هذا يقول للمؤسسة المالية كيفية التعامل معه. فهذا الشخص وفقا لهذه التصنيفات أصبح عالي المخاطر، تصل إلى رؤساء الدول، رؤساء المنظمات الدولية في الدول الأجنبية، إذا كان عنده حسابات عندي فهو عالي المخاطر. هذه مذكورة في نموذج عرف عميلك، يقول لك هل أنت شخص معرض سياسي، أو ممكن البنك يدري مسبقا أن أنت عضو مجلس أمة ولا عضو بلدي ولا أي شخص من الأشخاص اللي تنطبق عليهم المادة. عرف القانون جريمة غسل الأموال، لو تذكرون تعريف التوصية الثالثة في مجموعة العمل المالي أنه يجب أن تتفق مع اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو. شنو تعريفها وفق القانون الكويتي؟ يعد مرتكبا الجريمة كل من علم، كما نصت المواد هناك، أن الأموال المتحصلة من جريمة وقام عمدا تحويل، نقل واستبدال، أو إخفاء وتمويه المصدر، أو أن اكتسب الأموال وحيازتها، وأيضا الأشخاص الاعتباريين يكونوا مسؤولين. فلو نرجع لتوصيات مجموعة العمل المالي التوصية الثالثة، راح ونقرأ 11 معيار الخاص في هذه التوصية، نجدها تتوافق بشكل كامل مع تعريف غسل الأموال. هذا ناتج من إقرار القانون بالتعاون مع صندوق النقد، وأصبحنا متوافقين.
أيضا عرفنا جريمة تمويل الإرهاب، مو بس كذي، عرفنا الشخص الإرهابي والمنظمة والعمل الإرهابي. فأي شخص يقوم بهذه الأعمال يكون مخالف للقانون. وضح العناية الواجبة اللي ما كنا مستوفينها في تقييمنا السابق 2011 أصبحت الآن متفقة، يجب أن يكون هناك تقييم للمخاطر، تقييم للعملاء، تقييم للمنتجات، وتقييم المناطق الجغرافية. فما يعني المناطق الجغرافية ممكن نوعا ما تصير بالكويت، لكن هي بأمريكا، شخص ساكن في ولاية يعمل في ولاية لكن فاتح حساباته في ولاية أخرى، ممكن تنطبق على في بعض الدول العربية اللي تكون مساحتها شاسعة. أنت ساكن بالمنطقة الشرقية، ليش جايبك المنطقة الغربية وما عندك أي علاقة؟ فهذه مؤشرات، فيجب تقييم مخاطر العملاء على هذا الأساس. طيب أنت قيمت عشان تقيم مخاطر العملاء لازم أول شيء تتعرف على العميل. فإذا تعرفت على العميل دريت أنه معرض سياسي أو أنه شخص طبيعي راتب عادي، فخلاص تقيم مخاطرك. أقيم المنتجات، نفس المنتج اللي أو للبنك، الإيداعات الآلية يجب أن يتم تقييمها حتى لا تستغل في عمليات غسل الأموال، عمليات اللينك، يقول لك دزلي بيمي دزلي بيمي، بعضها يقول لك قبل لا تسب التحويل، حاط لك سكرول، ممكن تحط أسباب أخرى، ممكن البنك يعيد يذكر أسباب ثانية، ممكن يخليك أنت تكتب سبب التحويل. ففي بعض البنوك يقول لك خلاص عندك 20 خيار اختار بينهم، بعض البنوك يقول لا اكتب السبب. فكل ما خليت تفاصيل أكثر فادتك أنت كمؤسسة مالية لتقييم هذه المخاطر. أجبر القانون المؤسسات المالية على وضع سياسة داخلية خاصة في غسل الأموال حتى يتعرف جميع الموظفين عليها وتكون مصدقة من مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في هذه المؤسسة. أجبرهم أيضا على تدريب الموظفين، أجبرهم على تعيين مراقب التزام، وهو المعني وفق المادة 10 فقرها تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تطبيق متطلبات هذا القانون. أيضا عمليات التدقيق الداخلي، فمراقب الالتزام هو اللي راح يتأكد وراء تدقيق داخلي، يتأكد من صحة عمله وراء جهة رقابية تابعة. فكل هذه المنظومة لازم تشتغل صح علشان نكافح عمليات غسل الأموال. تقييم 2011 كانت الكويت في عمليات الإبلاغ غير ملتزمة، أصبحت في المادة 12 من القانون ألزمت جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير مالية بالإخطار وحدة التحريات، مو بس في عمليات حتى محاولة إجراءها، بصرف النظر عن القيمة، مو بس 3000، حتى لو 100 دينار، لو لينكات 20 20 20 راح تكبر العمليات. فنبي نعرف هل هذه العمليات متوافقة مع نموذج عرف عميلك ولا اللي عرف البنك عن العميل ولا لا، على أساسها راح يخطر وحدة التحريات وفقا للدلائل هذه. وضح أيضا القانون اختصاص الجهات الرقابية والجهات المختصة بشكل عام. من الجهات الرقابية اللي عندنا بالكويت؟ مركزي، أي أسواق المال، وحدة تنظيم التأمين، باقي وحدة وزارة التجارة. هذول الأربع جهات. طيب من الجهات المختصة؟ لا، عرفنا الحين الجهات الرقابية، في الجهات أخرى المختصة، الجمارك، النيابة، الداخلية، خارجية، وحدة التحريات 5، الشؤون 6، نزاهة 7، عزل، كلهم 13 جهة، كل واحدة لها دور. عندنا النيابة الداخلية، الخارجية، الشؤون، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الجمارك، وزارة العدل، حتى وزارة المالية ووحدة التحريات المالية. كل واحدة في هذه المنظومة لها دور من ضمن التوصيات 40 ولها دور وفقا للقانون. الجهات الرقابية حددتها المواد 14 و15 من القانون، 8 17 18 من اللائحة. نصت صراحة على أن الجهات الرقابية، المركزي معني بالرقابة على البنوك، مؤسسات شركات التمويل وشركات الصرافة، هيئة أسواق المال على شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، مكاتب الوساطة الخاصة بالأوراق المالية،
وزارة التجارة معنية بالرقابة على سماسرة العقار، تجار المعادن الثمينة وشركات الصرافة. لكن في فرق بين الشركات الصرافة اللي تراقبهم وزارة التجارة عن اللي يراقبهم المركزي. أي شركة صرافة لها رخصة تحويل أموال مثل ما عندنا الشركات اللي تعرفونها، ما راح أذكر أسماء، هذه تحت رقابة المركزي. لكن الشركات التي فقط تحويل العملات مثل اللي عندنا بالمباركية، هذه تصير تحت رقابة التجارة. هذا الفرق حاليا بينهم. وحدة التأمين معنية بالرقابة على كل قطاع التأمين. الرقابة على المنظمات الخيرية تتبع وزارة الشؤون وفقا للقوانين واللوائح المخصصة في وزارة الشؤون. هني قاعد نتكلم عن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير مالية فقط. حلو، وراح نيجي الحين حق وزارة الشؤون راح نشرح شنو الإجراءات اللي سوتها. الجهات الرقابية وفقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية معنية في وضع قرارات وتعاميم للمؤسسات المالية الخاضعة لها، تسوي عمليات فحص ميداني، تجمع المعلومات من هذه الجهات وتفرض عليها جزاءات في حال مخالفتها لأي بند من البنود الخاصة في المؤسسات. إذا أنت مفترض أنك تخطر، ليش ما أخطرت؟ ويخالفونه، والمخالفات قد تصل إلى 500,000 دينار وفقا للقانون، وأيضا إلى عزل الإدارة التنفيذية. هذا راح نجي حق اللجنة الوطنية، هي ما تجمعهم كلهم، كل جهة منهم لها اختصاصات بروح. فالبنك المركزي له اختصاصات خاصة في البنوك وشركات تمويل وشركات الصرافة اللي تحول أموال، لكن هو مو جهة رقابية على سماسرة العقار، خلاص هي تتبع وزارة التجارة لها إجراءاتها الخاصة. وهكذا كل جهة على الجهات الخاضعة لها. أيضا تجمع الإحصائيات، فقرارات وتعاميم، تفحص ميداني، تجمع معلومات، تسوي عقوبات وتجمع الإحصائيات علشان أعرف خلال هذه السنة أنا سويت 30 زيارة ميدانية حق البنوك، وبعدين اكتشفت أن البنك A و B هم اللي عاليين المخاطر وفقا لسياسة تقييم المخاطر. علشان السنة الجاية أنا كجهة رقابية خطتي الميدانية راح أركز على هذه البنوك لأنها عالية المخاطر، لأن ما قام يسوون تدريب للموظفين، أو ما عندهم الشهادات المهنية اللازمة، أو مخالفتهم لعدد من القوانين عندهم عقوبات عالية. لكن البنوك بي وسي ودي متوافقة، فراح تصير هناك لنفرض 3 زيارات بدل ما كانوا 5، واللي هني راح يصير 7 زيارات بدل ما كانوا 3. هذا تطبيق النهج القائم على المخاطر. تطبيق النهج القائم على المخاطر هذه مذكورة في اللائحة التنفيذية بالمادة، راح تلاقيها بالتعريفات. كل جهة، البنك المركزي معني بالرقابة على البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار، وزارة التجارة سماسرة العقار، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين ومؤسسات الصرافة، هي أسواق المال معنية بالرقابة على شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات المقاصة وأمناء الحفظ، وحدة تنظيم التأمين على جميع قطاع التأمين، شركات التأمين وعاد التأمين، لأن هي هذه الجهات الرقابية. جهات يعني الجمارك ما تقدر. لا، الجمارك جهة مختصة. جهة مختصة. جايينها الحين. فالقانون وضح الجهات الرقابية شنو دورها، لأن هي تراقب المؤسسات المالية. ووضح دور الجمارك وجهات التحقيق وجهات إنفاذ القانون أيضا في المواد. لا تطبقها، لكن هي مو مذكورة في القانون كجهة رقابية. أنا قاعد أتكلم فقط على الجهات الرقابية المعنية بالقانون. الحين جايين حق وزارة الشؤون وكل الإدارات الثانية. يعني الموضوع بس إن القانون ما ذكرها كجهة رقابية. نعم، القانون ما ذكرها كجهة رقابية، لكن هي جهة رقابية على المنظمات العمل الخيرية. راح أتكلم عن إجراءات الجهات الرقابية والجهات المختصة، ولكن هم سووا أكثر من اللي أنا راح أقوله، لكن هذا على سبيل المثال وأهم القرارات اللي هم سووها. بنك الكويت المركزي صدر عدة تعاميم للمؤسسات الخاضعة له، أهمها تعميم 14/5/2019 تضمن 26 مادة أبلغ في كل البنوك على الإجراءات الواجب اتباعها، من تعيين مراقب التزام، من إجراءات عناية واجبة أو إجراء عناية واجبة معززة، وشلون يتم التعامل مع البنوك المراسلة وغيره. ترجعون للتعميم منشور في بنك الكويت المركزي. عمم أيضا الضوابط على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، هذا بالتعاون مع وزارة الخارجية. إذا حطت أي شخص في
في هذه القوائم الخارجية، تبلغ فيه الجهات الرقابية، الجهات الرقابية تبلغ فيه المؤسسات الخاضعة والعكس. هيئة أسواق المال اتخذت النهج أعتقد الألماني في إعداد اللوائح مالتها، فصدروا كتيبات باللائحة التنفيذية، كتيب خاص للاندماجات، كتيب خاص للاستحواذات، وكتيب خاص كتاب 16 خاص في مكافحة غسل الأموال. تجدون فيه كل الأعمال الخاصة بالجهات الخاضعة لها، منها أيضا تعيين مراقب الالتزام، عندها كتاب الخامس للوظائف واجبة التسجيل. فمو أي شخص راح يكون مراقب التزام في شركات في هيئة سوق المال، لازم عندك شهادة ولازم عندك سنوات خبرة معينة، وإذا ما عندك لازم تثبت أن أنت تعرف. ففي إجراءات تضعها الجهات الرقابية حق مراقب الالتزام، لأن معني بمكافحة غسل الأموال، وأيضا تطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بالجهات الرقابية. وزارة التجارة أيضا أنشأت إدارة خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضعت عدة قرارات وتعاميم لتجار المعادن الثمينة والذهب، لسماسرة العقار. فلازم أيضا تروح تسوي اختبارات كمراقب التزام وتيب شهادات مهنية علشان يتم اعتمادك هناك. وحدة تنظيم التأمين أيضا صدرت القرار 38/2021 الخاص بمكافحة غسل الأموال في نشاط التأمين، ووضح كل الإجراءات الخاصة لمكافحة غسل الأموال لشركات التأمين والوسطة. وزارة الخارجية هي المعنية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، فصدروا قرار 35/2019 بناء على مواد القانون وقرارات مجلس الوزراء. هي ترأس هذه اللجنة مشبوكة مع اليو ان، وأعضائها من الجهات الرقابية والمختصة. مجرد ما يتم إدراجه في إجراءات منشورة وفقا لهذا القرار، يتم اتباعها من الجهات الرقابية ومن المؤسسات المالية، ونرجع عليه مسؤول الالتزام اللي لازم ينفذ هذه القرارات. شخص أدرج في هذه القائمة لازم خلال يعني ساعات بالكثير البنك يتخذ إجراء في هذا، جمد حسابه. مجرد ما جمد حسابه لازم يرد خلال يومين إلى الجهة الرقابية، ترى أنا العميل هذا موجود عندي وجمدت حسابه وهذه المبالغ الموجودة، وهم بعدين يخاطبون اليو ان. وأي شخص متضرر وضحت القرار هذا كيفية التظلم وآليته. فهذا دور وزارة الخارجية، مو بس هني، أيضا بتعاملها مع وزارة الشؤون المعنية بالرقابة والتراخيص للجمعيات الخيرية. هي تقوم في فرق تفتيش، ما حد يصير رئيس جمعية خيرية إلا لما يجيب سجل جنائي نظيف والإجراءات هذه كلها، منع الكاش، التحويلات للخارج. مو كل جمعيات الكويت تقدر تحول للخارج، لازم تأخذ موافقة من الشؤون وموافقة من الخارجية، وتثبت أن الفلوس اللي رايحة للخارج لمؤسسات معترفة ووفقا لإجراءات خاصة. الشؤون تسوي فرق تفتيش، أحيانا تروح معاهم للدول اللي هناك عشان تتأكد أن هذه الأعمال الخيرية فعلية ولا لا. هذا كله تنفيذا للتوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة في المنظمات الغير هادفة للربح. الإدارة العامة للجمارك معنية في مراقبة الواردات والصادرات، تفتيش جمركي، بحث وتحري والإفصاحات. فلما تدخل إلى الكويت أو تطلع منها معاك كاش لازم تبلغ عنه، معاك أدوات مالية تشيكات لازم تبلغ عنها. مو بس حماية لك من القانون، ممكن الدولة اللي أنت رايح لها، نفرض معاك 40,000 دينار رايح هناك، ممكن هناك يخالفونك أن أنت ما أفصحت من الدولة اللي مسافر عنها، فخالفت القانون هني وهناك. فأفصح عن الفلوس ويب، ترى أنا ساحب 40,000 كاش من البنك وهذا وصل حسابي من البنك، خلاص سووا لك إفصاح، تروح الديرة اللي هناك تسوي إفصاح دخول وتروح تودع الفلوس. ونفس الطريقة إذا أنت رديت لو معك أي مبلغ، أثبت بس مصادر الأموال وتعال. الحين أصبح الموضوع يدخل في الساعات وغيره. حماية لك أيضا للدول اللي أنت رايح لها أو جاي منها أن أنت أفصحت، فعلشان ما تدخل في مخالفة لقرار قانون 2003 الخاص بالتعاون الخليجي، قانون الجمارك الموحد، عشان ما تدخل في تهريب سلع أو قيام بأعمال تجارية، فممكن يأخذون منك 5% أو النسبة المحددة بالقانون الخاصة في الجمارك. وضح أيضا دور وزارة الداخلية في البحث والتحري في الانتربول في تنفيذ القانون، كيف النيابة العامة
تقول للداخلية جيبوا لي فلان أو قبضوا على فلان أو منع السفر حركة السفر رايح راد، عندها كم من المعلومات وإجراءات واجبة حددها القانون، وأيضا حددها القانون الخاص في وزارة الداخلية. وزارة العدل هي المعنية في رقابة ومعرفة من هم المستفيدين الفعليين من العقود التأسيس. فلما يجي واحد يسجل شركة عقد تأسيس بعدين يسجل شركة ثانية أن هذه تملك هذه وهذه تملك هذه، فأصبح هناك مؤشر علشان أعرف من هو المستفيد الفعلي. فعندي أنا وزارة العدل هي راح تثبت لي هذه الأمور كلها. أيضا الوكالات، فلما أنا مستفيد وأروح أوكل أكثر من شخص كيسمونهم بالإنجليزي سميرفز السنافر، وأخذ منهم توكيلات أن أنا توكيلات من وزارة العدل وتوكيلات مصرفية للقيام بتصرف بحساباتهم، فأصبحت أنا المستفيد الفعلي. فكل هذه المعلومات وغيرها موجودة لوزارة العدل، غير الاتفاقيات الدولية، غير الإجراءات الخاصة في وزارة العدل. نزاهة، عندها إقرارات الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لإقرار الذمة المالية، نقدر نقول كأنه KYC لكن خاص فيهم. ممكن أيضا تطلع عليه وحدة التحريات المالية، ممكن هم يحيلون أي شبهات مالية لغسل الأموال، لأن الفساد في المال العام من ضمن الجرائم الأصلية المذكورة في مجموعة العمل المالي. عندهم 21 جريمة محددة. قانون الكويت ما استغل بس هذه الواحد جريمة، شمل جميع الجرائم التي ترتكب في دولة الكويت، أو الجرائم التي ترتكب في دولة أخرى تكون أيضا جريمة بالدولتين. فأصبح مشمول الجريمة في مكافحة في غسل الأموال أوسع من مجموعة العمل المالي، وهو شيء جيد. دور النيابة العامة هي جهة التحقيق والاتهام وفقا للمواد من 21 إلى 23، وهي جهة الحجز والمصادرة، وهي الجهة الخاصة في الإنابات القضائية والتعاون الدولي. قرينا قبل يومين عن استرداد 100 مليون من البحرين، هذا كان عن طريق تعاون ما بين النيابة العامة مع دولة أخرى تنفيذا لمتطلبات هذا القانون. وزارة المالية هي اللي موقعة مع الولايات المتحدة قانون الفاتكة، القانون الضريبي الخاص الأشخاص الأمريكان، فهني كل المؤسسات المالية مطالبة أيضا في هذا القانون. فقد يكون شخص أمريكي يحاول يتهرب ضريبيا فيصير مؤشر اشتباه، فوزارة المالية معنية في الرقابة على هذا الموضوع، وهي اللي ترأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وزيرها عاصف هو الوزير المعني برئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وهي تطبق التوصية الأولى والتوصية الثانية من التوصيات اللي هي التعاون والتنسيق الوطني وتقييم المخاطر. هذه اللجنة برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية هي من تضع وتطور استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال، هي من تقوم بعمل تقييم من المخاطر، هي من تضمن وجود آليات تبادل معلومات فعال بين الجهات كلها. موجودة هذه اللجنة والحمد لله شغالة، متابعة التطورات العالمية وتقديم التوصيات، تسهم مع الجهات المختصة، تعمل عمليات تدريب، تستفيد من تجارب الدول. أيام ما كنت أنا أشتغل في وحدة التحريات رحنا عدد من الدول وشفنا تجاربهم، بالعكس نستفيد منهم. هذا هو دور الجهات الرقابية والجهات المختصة في الكويت، سواء لها علاقة مباشرة في أغلب التوصيات كالجهات الرقابية أو المؤسسات المالية، أو مثل وزارة الشؤون المعنية برقابة على توصية واحدة أو ثنتين. عفوا تفضل. صار في تداخل مثلا اللجنة الوطنية المكافحة، في تداخل بينها وبين جهات أخرى؟ لا ما في تداخل، اللجنة هي تعمل على وجود تعاون محلي بين جميع الجهات، ودورها واضح، هي من تضع الاستراتيجية الوطنية وتقيم الدولة عن طريق أعضائها. طيب اللجنة هل أنها هي جهة مستقلة أم متشكلة من مجلس الوزراء مثلا؟ لا، هذه شكلت وفقا، عليكم السلام، شكلت وفقا لمواد اللائحة التنفيذية للقانون. تشكل اللجنة الوطنية بعضوية كل الجهات لها العلاقة، كل الجهات 13 جهة، هي من تضع السياسات، هي من تقيم المخاطر، هي من تشرف على عمليات التدريب، تبي تعرف مواطن الضعف، وهذا التقييم يصير ملزم حق كل الجهات.
فأنا أدري أن أنا بناء على تقييمي للثلاث سنوات اللي فاتوا المخاطر عندي هني أصبحت مرتفعة. بناء على تقييمي شنو توصيات فريق التقييم؟ أني أرفع مستوى التدريب، أزيد عدد الموظفين، أطور من أجهزتي للكشف، أطور من أساليبي للبحث والتحري، وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقا للاستراتيجية لازم أطبق هذه المعايير. عقب سنتين بقعد أسوي تقييم ثاني بناء على إحصائياتي. فالدولة الجهة الرقابية قاعد تشتغل تفتش ميداني وسوت تقييم للمخاطر، بعدين ترفع المعلومات هذه كلها والإحصائيات إلى اللجنة الوطنية، راح يدرسونها مع بعض، راح يخرجون في تقييم وطني بناء عليه يسوون استراتيجية وطنية لمكافحة مواطن الضعف. هذا يثبت أمام فريق التقييم اللي راح ييك بعدين أن أنا عندي لجنة وطنية بناء على توصية واحد، عندي تعاون محلي بناء على التوصية اثنين، قاعد أسوي استراتيجية يدل على فهمي لغسل الأموال، فهمي للجرائم وتطبيقي السليم. أي سؤال؟ إذا أحد دول الخليجية وضعت أحد المؤسسات أو أحد الأفراف قائمة للرقابة، هل عندك علم أن كل دول الخليج تلتزم بذلك ولا لهم؟ إذا دولة خليجية حطتها بالقائمة المحلية لها هذا شيء، وإذا دول مجلس التعاون وضعه هذا شيء آخر. فلازم نعرف القائمة اللي أدرجت فيها هل هي قائمة خاصة في الدولة نفسها يسمونها القائمة المحلية، أو قائمة خاصة في دول مجلس التعاون فتصبح ملزمة للجميع. هذا الفرق، فلازم نعرف هو وين بأي قائمة نحط. تفضل. بالنسبة حق تقييم الأفراد، تقييم الشخص اعتبار تقييم الأفراد وتقييم الشخص يعني أي مؤسسة مالية شلون تقيم الفرد شلون تقيم الشخص اعتبار؟ التقييم أول شيء لازم أتعرف على العميل عبر نموذج الكي واي سي. إذا ممكن ما جاني العميل، جاني الشخص الوكيل عنه، لازم أطلب كل البيانات الخاصة فيه وأقيم مخاطره، معدل ثروته، معدل دخله، هل له صلة قرابة أو هو شخص معرض سياسي ولا لا، علشان أعرف أخليه منخفض المخاطر أو متوسط أو عالي. إذا عالي المخاطر أصبحت هناك شغلة اسمها العناية الواجبة المعززة، في أغلب العمليات راح يتم طلب كامل المستندات المؤيدة لهذه العملية. لما يجيني شخص، الحين أقول لك مثال، واحد راتبه 1000 دينار مدرس على باب الله ما عنده مشكلة وضع طبيعي، فأصبح وفقا لتقييم البنك وتعرف عليه أن هذا الشخص معاملاته معروفة، مستوى دخله معروف، ما قاعد يطلع من هذه الدائرة. لكن عضو مجلس أمة أصبح شخص معرض سياسي وفقا للتعريف، ينطبق عليه التعريف صح ولا لا؟ فأي شخص معرض سياسي، أي شخص يتعامل مع دول عالية المخاطر حتى لو كان الشخص الطبيعي، لكن تعامل مع دول عالية المخاطر وفقا لتقييم مجموعة العمل المالي، فهذا شخص أصبح مرتفع المخاطر فيرتفع تصنيفه. الشركات الاعتبارية إذا تعامل مع دول عالية المخاطر راح يرتفع تصنيفها. أي تحويل الفلوس يطلع تلاقي البنك يسألك شنو سبب التحويل، وين عقد الاتفاق إذا أنت تبي تشتري عقار من هناك، ولا وين العقود إذا أنت تبي عندك استثمارات. أبي أي شيء يثبت لي كبنك أن هناك علاقة تجارية فعلية مع الدولة الأخرى لأنها دولة عالية المخاطر، أو أنت شخص معرض سياسي. لازم أكمل كامل العناية الواجبة وأتعرف عليك بشكل كامل وأسباب العمليات علشان ما تخالفني الجهات الرقابية وهكذا. يعني لابد من نفس بين الأمرين، أن أنا كمؤسسة مالية أبي أحمي نفسي في حالة التعامل المالي. نعم. شلون؟ هذا من ناحية أن المؤسسة المالية، بس أنا يهمني تقييم الشخص الفرد أو الشخص قيمة، شلون أعرف مدخوله، شلون أعرف مصادرهم، شلون أعرف كذا. يعني هذه أهم من أول شيء الكي واي سي، نموذج عرف عميلك، هذا أول شيء.
أول ما تروح البنك الحين، روح بنك جديد قوله بفتح عندك الحساب راح يعطيك أكثر من ورقة، يقول لك عبلي البيانات هذه، تعبلي الاسم، الوظيفة، مصادر الدخل، راح تقول فرضا أن أنا متقاعد ولا أنا موظف. أوكي أنت متقاعد، كم قيمة راتبك؟ راتبي 2000 دينار. بعدين في الخانة اللي عقبها عندك مصادر دخل أخرى، ممكن يخفي، ممكن يخفي صح. فأنت الحين دخلنا بسالفة الإخفاء، لكن خلينا نقول أن أنت ماشي صح، قلت كل المعلومات الصحيحة، أن أنا مصادر دخلي 2000 دينار من راتب شهري، وعندي 4000 دينار من أعمال تجارية أخرى. راح يقول لك وين الأعمال التجارية؟ والله أنا داش شريك بالشركة الفلانية، تجيني أرباح كل سنة. كم قيمة الربح المتوقع موجود؟ الربح المتوقع 10000 دينار بالسنة. فخلاص هو يدري أن مدخولك خلال السنة هذه ما راح يتعدى 50000. حلو الكلام؟ لكن بعد 6 شهور من التعاملات أصبحت قيمة تعاملاتك 300000. فقيمة العمليات التي تمت على هذا الحساب لا تتوافق مع المعلومات المفصح عنها. هذا مؤشر في حالة إذا هو قام من ناحية السورية يضيف يعني ما ليس ما عنده، يعني يضيف مشاريع عندي كذا. هو خلي يكتب إن أنا عندي أنت عندك بالسوشيال ميديا شنو أكاونتك؟ اذكر أكاونتك. عندك أعمال تجارية، يجيب ما يثبت هذه الأعمال التجارية. عندك أسهم، يجيب محفظتك، أنت محفظتك في شركة تداول، في شركة استثمار، ولا عندك رقم تداول، تطبع حساب التداول وتجيبه. أثبت للبنك، لأن البنك يفهم، منو قالك ما يفهم، أن هذه الإجراءات لازم واجبة. وأصبحت عند الخبرة لمعرفة أن الشخص هذا يدعي أو يحاول إخفاء مصادر الأموال ولا لا. ذيك الساعة توافرت عند الاشتباهات، أصبح مجبر للإبلاغ، يخطر وحدة التحريات المالية. فهو أدى العناية الواجبة وحاول يبدي العناية الواجبة المعززة، ولكن لم يجد تعاون من العميل، وأن العميل أدلى بمعلومات غير صحيحة، والتملص من تقديم المستندات الدالة على العمليات المالية، وأنه هو يجمع الأموال واستغل حسابه كمحطة إيداع ووداها لمستفيدين آخرين، سوى الاشتباه كله ودزه وحدة التحريات، كذي ينتهي دور البنك. لكن ما يصير يجيني البنك بعد سنة من هذه العمليات ويقول ترى أنا اكتشفت أنه قبل سنة هو كان يسوي كذي. فهذا يثبت أن هناك ضعف في رقابة البنك على عملياته، سواء ضعف في أجهزته الإلكترونية اللي تكتشف هذه العمليات، أو ضعف في موظفينه في متابعة العملاء. فدوره أنه يقيم مخاطره وفقا للمتطلبات، ويعرف أن أنا عندي ضعف بالموظفين، يزيد عمليات التدريب، أو عندي ضعف في الأجهزة يطور من أجهزته ويطور من الأمور التي تكشف هذه العمليات. تفضل. السوشيال ميديا، الناس تشوف السوشيال ميديا، نعم، رغم عندهم فواتير من الأشخاص اللي تحت رعايتهم وغيرها، نعم، تم اتهامهم بغسيل الأموال فترة. شوف طال عمرك، من الجهة الرقابية اللي تكون عليهم، أي وزارة تكون عليهم؟ أي أعمال تجارية مفترض أن تكون تحت رقابة وزارة التجارة، لأن هي الجهة الخاصة في إصدار السجل التجاري بالتعاون مع وزارة العدل الخاصة في عقود التأسيس. نجي للأعمال الخاصة في الإعلام الإلكتروني، هل ينطبق عليهم هذا القانون ولا لا؟ هل تم إخطار وحدة التحريات ولا لا من البنوك؟ هل قاموا البنوك بعمل العناية الواجبة ولا لا؟ هذه كلها أسئلة لازم نعرفها. وحدة التحريات راح نتكلم عنها إن شاء الله باكر بالندوة، لما تحيل للنيابة العامة مو معناته اتهام. المادة 12 تقول أن المؤسسات المالية تخطر الوحدة في حال وجود اشتباه. المادة 19 أعطت الصلاحية للوحدة بإبلاغ النيابة العامة أو إحالة المعلومات للجهات المختصة في حال وجود دلائل معقولة للاشتباه. فلا زلنا في الاشتباه، لأن وحدة التحريات ما عندها تحقيق، التحقيق يتم من قبل النيابة العامة.
النيابة العامة لها سلطة التحقيق، تتحقق من العمليات، تجيب المتهمين، تتأكد من العملي المستندات اللي هم راح يقدمونها، ذيك ساعة هي تفصل، إما تحفظ أو إما أنها تتهمه وتحيله للنيابة العامة للمحكمة. أي شخص غير يطبق القانون راح يتم يحاسبته وفقا للقانون. هذا احنا اللي او حضرتك اللي فهمته. انا اشتغلت هناك، فاحتراما للمهنيه اللي كنت اشتغل هناك ممنوع علي لا باي معلومات، حلو. لكن بشكل عام الهيئه العامه لمكافحه الفساد موجوده، في حال وجود شبهه في اي تقصير هي تقدر تحقق ان هناك ضرر في المال العام او ضرر في سمعه الدوله او غيره، وهي تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من كل الجهات الرقابية والجهات المختصة قامت في دورها وفقا للقانون، وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد. أعتقد في بلاغ وأعتقد عندهم التحرك من نفسهم حسب اللي أنا شفته. حسب اللي أنا شفته مو كل شيء بالسوشيال ميديا ونسمعه صحيح. إحنا دائما نشوف شغلات قد يكون الغير يبيننا نشوفها بهذه الطريقة، فتعلمت ان اي شيء بالسوشيال ميديا ممكن انه في جانب من الصحه لكن مو بالطريقه اللي نقل لنا. بس اذا ياك واحد يعني يريور كبير ما عندك تسوي شيء الماليه هذه تفتح. هذه كل واحد له دور، اذا واحد قصر في دوره هو يتحمل مسؤوليته. ممكن نستفيد من الدول الخليجيه عندها قوانين خاصه بالمشاهير. فانا من رايي لا يجب إعلان عن طريق سناب إنستغرام تويتر إلا عن طريق إجراءات قانونية معينة. إذا أنا بجي بعلن عن منتج طبي حماية للجمهور وحماية للشركة وحماية للشخص المبلغ، يجب أن يكون هناك اتفاق واضح، يجب أن يكون هناك تنظيم واضح. أي منتج طبي لازم أخذ عنه موافقة وزارة الصحة، أي منتج بالأغذية أخذ موافقة من هيئة العامة للغذاء، أي منتج صناعي بأخذ من الصناعة. أحمي الشخص المبلغ أن أنا بلغت عن منتج قانوني، وأحمي الشخص المتلقي أن أنا قاعد أطلع على مادة علمية أو وسيلة إعلانية مطابقة للقانون، وأقول أن هذا ترى هذا إعلان مدفوع الأجر ومبين فيه وسيلة الدفع، ووسائل الدفع ما تكون إلا عن طريق التحويل أو عن طريق الشيك. فبذلك أنا كملت كامل المنظومة، حماية المستفيد سواء المشاهد أو المعلن عنه أو الشخص صاحب الإعلان الشركة، وأيضا تكون وفقا لإجراءات قانونية معينة. مصادر الأموال أصبحت معروفة، قيمة الإعلان أصبحت معروفة، وسائل الدفع أصبحت معروفة وفقا لإجراءات قانونية. لكن أنك تخليها بدون أي رقابة هذه راح تدخلك بمشاكل بعدين. هو ما في تصنيف عالمي، هذا راح نتكلم عنها بالمحور الرابع. هناك إجراءات تقييم في ثلاث مراحل، إما أنت تصير في المتابعة العادية، إما تصير في متابعة معززة، إما تصير في القائمة الرمادية. 2011 كنا في القائمة الرمادية، قدمنا التزام عالي المستوى وأصبحنا في المتابعة المعززة، قدمنا تقارير متابعة لمجموعة العمل المالي 2013 و14 و15 أثبت تنفيذنا للتوصيات وخرجنا من المتابعة المعززة إلى المتابعة العادية. معناته أقدم تقرير للمجموعة كل سنتين عن الإجراءات اللي أنا سويتها، فقانوننا حاليا متوافق مع المجموعة. القانون 106 ما قال أي شيء عن الأشخاص المبلغين، بس ألزم المؤسسات المالية هي اللي تبلغ عن العمليات المالية المشبوهة كونها مؤسسات مالية. وحدة التحريات السعودية زرتهم في أمن الدولة هناك، عندهم أن الأفراد يقدرون يبلغون. هني بالكويت ما في، انا بس وحده التحريات جهه تلقي الاخطارات تتلقى بس من مؤسسات ماليه محدده بالقانون. شوف طال عمرك اجراءات مكافحه الفساد خلها على جنب، خلينا نتكلم عن المؤسسات الماليه. الماده 12 الزمت المؤسسات الماليه بالاخطار لان هي الجهه المخطره.
وألزمت والمادة 13 ان تعتمد السرية ولا يحق للطرف المبلغ عنه انه يقاضي. فالمبلغين عندنا هي المؤسسات محمية وفقا للقانون. هذا اللي يهمني انا، الجهات الإبلاغ المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل المالي مبلغ عنها. تبي تفتح مجال الإبلاغ للأفراد، هذا شيء خاص بالدولة، ممكن تزيد. تبي توصية منكم؟ من من من, من هذه إذا بتطلع توصية من اللجنة الوطنية، هي الجهة ممكن ترفع التوصيات لمجلس الوزراء للعمل على إقرار مشروع مشاريع قانون أو تعديل مواد بالقانون، ترفع فئات الجهات المبلغة، هذا ممكن. لكن أنت يهمك هل أنت متوافق ولا مو متوافق؟ أنا متوافق. تبي تسوي زيادة شيء راجع لك، لكن راح يصير عليك التزامات أخرى. لازم أحط حماية واضحة للأفراد، لازم أحط نماذج خاصة بالأفراد وطريقة إبلاغهم وطريقة تزويدنا بالمعاملات وغيره. المنظمات المالية، نعم، هل يشملها؟ أولا يعتمد هل أنت مؤسسة مالية خاضعة لهذا القانون ولا لا. هل أنت بنك ولا هل أنت شركة تحويل عملات ولا لا، علشان نعرف هل أنت تنطبق عليك هذا الموضوع ولا لا. لكن في كل الأحوال أنت تبقى شركة تحت بنك، فالبنك هو اللي راح يشوف حساباتك، هو اللي لازم يتأكد من المستفيد من هذه العمليات. إذا في عملاء عندك مثل المحافظ الاستثمارية، هي شركة استثمار تحت رقابة هيئة سواق المال، قيمة المحافظ ممكن توصل لمئات الملايين، صح ولا لا؟ لكن هيئة سواق المال هي المعنية بالرقابة على هذه المحافظ، وتشوف محفظة محفظة، فتقدر تشوف حساب العملاء في لنفرض مليار سهم، لكن لما تفتح المحافظ أنا أدري أن مليون حق فلان ومليونين حق فلان وكذا حق فلان، وأرجع حق المحفظة الفلانية أقول عطني أوراقها، راح أشوف نموذج أعرف عميلك، راح أشوف المستفيد الفعلي، راح أشوف كل شيء. نفس الطريقة تنطبق على باقي الشركات. يجيك البنك يقول لك منو شركتك، شنو نشاطها، منو المستفيدين منها، إذا عندك كم أموال ما يبرر هذه الأموال أنت راح تقول له والله أنا هذه العمليات قاعد أخذها من هذه العملاء وهذه طريقة العمل. ممكن البنك يطلب منك إجراءات أخرى، ممكن المركزي إذا أنت تحت رقابة المركزي يطلب منك إجراءات، فيعتمد على نوع ترخيصك مدة إبقائها على المعرض السياسي. لنفرض أن الحين عضو مجلس أمة أصبح من ضمن الأشخاص المعرضين سياسيا كونه حاليا يعمل، لكن انتهت فترته ورد وظيفته العادية. سؤالك على مدة إبقائه في عملية العناية الواجبة المعززة، القانون ما حدد فترة معينة، لكن جرت العادة أن من سنتين وفوق، فأنا راح أخليه على هذه القائمة لمدة سنتين بعدين أنزله. ما في قانون وضح، فهذا دور الجهات الرقابية توضح في تعاميمها أن مدة إبقاء هذه العناية الواجبة سنتين، ثلاث سنين، خمس سنين، يعتمد على الجهة الرقابية والدورة. هو اللجنة الوطنية دورها ترفع يقول لك والله 10 سنين، بنك يقول لك 5 سنين، يقول لك سنة. لا، انا ما المفترض اخلي المسألة عند المؤسسات المالية. يعني البنك المركزي مشرف بالرقابة على تقريبا 25 بنك محلي واجنبي، ومشرف على شركات صرافة، ما راح اخلص اذا كل بنك بيشتغل بسياسة داخلية شيء. لكن البنك ممكن يقول للبنك المركزي بما ان ما في هناك مدة محددة فأنا راح أخذ سنتين، إلا لما تقول لي أخذ 4 سنين ولا أخذ 5 سنين. على الأقل لازم البنك يحط نقطة واضحة. إذا المركزي أو أي جهة رقابية حددت أن للجهات الخاضعة لها 5 سنوات، فلازم تلتزم الجهات الرقابية. دور اللجنة الوطنية إذا كان في هناك قصور في فهم هذه المادة توضيحها، تعديل اللائحة التنفيذية أسهل من تعديل القانون، لأن المعرض السياسي مذكور بشكل أوضح في اللائحة التنفيذية، فممكن تعديله من وزير المالية ويكون فترة إبقاءه أو تعديل بالمواد الخاصة باللائحة على العناية الواجبة. مدة إبقاء الشخص المعرض السياسي بعد انتهاء فترة عمله أو تقديم ما يثبت ذلك 2-3 سنين 5 سنين وفقا لما يتم إقراره. تفضلوا في أي سؤال. الله يطول عمرك. باكر إن شاء الله راح نبلش من 6 لـ 8 نتلافى مسألة الزحمة وصلاة المغرب، فإن شاء الله نبلش من 6 لـ 8 ويعطيكم ألف عافية وما قصرتم. شكرا.